بعد ما اتصلت فورا فجروا الموقف. بدي احرق قلبه لحكمت. اذا ما قدر يعملها انت اللي بدك تخلص على خالدها. اذا انا ما قتلتها اكيد في غيري بيقتلها. واذا انت سويتها موت قلبي مطمن. البقية بحياتكم. بلشوا بالهجوم على كل الاماكن وشوي شوي ما بتلاقيهم غير صاروا عنه. ممتاز، معناتها حطاقله براسه. علي رضا، يوميا 7 المساء على LBCI.